بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 212-213 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآية اللي بعدها: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هذا قانون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. أولا نشوف زين، تزيين. التزيين فيه تحسين، التزيين فيه تحسين ظاهر، والزين مقابل الشين. المهم الحسن الظاهر، تمام. وسبق تحدثنا في قضية الزينة لما تحدثنا في مسألة الحجاب أو اللبس الشرعي. هو فيش في الدين حجاب، في لبس شرعي. في لبس شرعي، هذا بشكل عام يعني. تحدثنا، ولكن هون بدي أذكر إنه جزء من أهل التفسير لما فسروا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إنهم ذكروا إنه الزينة يعني المضافة، مش الزينة الذاتية. لا، ودللنا وقتها على إنه الزينة ممكن تكون تحسين مضاف. يعني إحنا منزين مثلا، منزين البناء، منضيف، وممكن يكون البناء ابتداء مزين من ذاته. يعني إذن زينة العروس بتكون مضافة. طب ما هي العروس كمان زين. زين أصلا زين. وهي فبالتالي الزينة قد تكون ذاتية، وهذا بيفرق في القضية فهم إيش. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بينا هذا الكلام في درس الحجاب واللباس الشرعي، يعني في أكثر من جزء في الموضوع اللي تعرضنا له. طيب، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. طيب، ما هو زين للناس بشكل عام، كفار وغير كفار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وغيره، وهاي في كتاب سياحة الفكر للي عنده، ولا ما عندوش بنعطيه على فكرة ببلاش طبعا. كمان أكم من يوم بيطلع إن شاء الله الطبعة الجديدة، للي بيحب بيقدر يأخذ مركز نون بدون حساب، قصدي بدون يدفع. طيب، تحدثنا إيش يعني زينا للناس. ليش إن النساء مش ناس؟ إيش يعني زينا للناس يحبوا الشهوات؟ طب هو زين في أصل الفطرة، في أصل فطرتنا إحنا كرجال غالبا، نعم، في أصل فطرتنا كرجال ونساء في تزيين داخلي. إذن مش صحيح إنه التزيين لازم يكون خارجي. يعني في أصل فطرة الإنسان في أشياء مزينة إله، لكن هون
هون في هذه الآية في الآن كفر، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. إذن الكفر على فكرة لما بيكون في كفر، وأنو كفر؟ أنو كفر؟ هو هون ما حدد أي كفر، زين للذين كفروا. طب ما هو في ناس بكفروا بالله، في ناس بكفروا باليوم الآخر، في ناس بكفروا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، مش هيك؟ بكفروا بالشرك، تمام؟ هون قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. إذا لما بصير في كفر، لاحظوا في كفر وفي إيمان، إذا في قوانين على فكرة في النفس البشرية، هاي القرآن بيكشفها، إحنا بنبدأ نلاحظها، بعد ما يكشفها ممكن نصير نشوفها. زين للذين كفروا، إذا في تزيين آخر غير التزيين الموجود للبشر كبشر بشكل عام، لأنه حتى التزيين الفطري بشكل عام ممكن يكون في إنسان عنده خلل ما يجد هذه الزينة، تمام؟ في الإشي الفطري يعني، لما الكلام بيكون عن فطرة تعم البشر، هذا الله فطر لوظيفة، الله بيكون فطر لوظيفة، تمام؟ في التزيين، لكن هون في تزيين مذموم، هون في تزيين مذموم بيؤدي لانحراف في الفهم وانحراف في تقدير الأمور، تمام؟ نتيجة الكفر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، إذا نظرتهم للحياة، لاحظوها نظرتهم للحياة الدنيا الكفار مش زي نظرة المؤمنين، يعرفوا إنه الكفار الدنيا في منظارهم مزينة أكثر من عندك يا مؤمن. والله حتى أعرف كيف يعني، لازم أكون كافر وما بديش أعرف، بديش أعرف شو درجة التزيين. كيف مثلا لما النساء تقولهن إنه أنتم مزينات للرجال، المرأة ما بتعرف، ما بتعرف المرأة شو يعني مزين حتى تصير رجل، لما تصير رجل بتقول آه الآن فهمت، الآن فهمت، ولهن بقدرش يستوعبن أصلا، هذه بتحتاج هرمونات ذكرية إلى آخره، يعني هرمونات ذكرية متفوقة على الأنثوي. طيب المهم لأنه عندها المرأة هرمون ذكري بس ضمن. طيب فهون إذا في إحنا مش عم نفهم إقبال الكافر على الدنيا وحرصه على الدنيا، وبتجده ما بشبعش، وبتجده ممكن بعضهم يقتل الملايين بس مشان يغنى، إيه، وبروحوا في الملذات إلى أبعد مدى، وما فيش عندهم حدود في قضية إنهم بدهم يكسبوا كل شيء ويقضوا شهواتهم في كل مجال. شو القصة؟ أما أنت مش فاهم، ما هو عشانه كافر في قانون إنه تزين له الحياة الدنيا غير عما هي بمنظارك أنت. طب نشوف، نأخذ شوية إشي بيشبهه في القرآن. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هاي هون كفر بالآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، زينا لهم أعمالهم فهم يعني نتيجة تزيين أعمالهم فهم يعمهون. إيش العمه؟ طالما صرنا ذاكرين الآية، العمه مش العمى، العمه عمها يعمه فهو أعمى أو عمه، حتى نفهم المعنى نشوف شو مثلا الأرض العمهاء، مثلا صحراء عمهاء، نفرض صحراء عمهاء، يعني هذه الصحراء مترامية الأطراف نمشي فيها فيش علامات مميزة، فيش علامات مميزة، فيش إشارات، فيش توضيحات من وين نمرك، فمنحتار ومنتردد من هون ولا من هون، ومن هون ولا من هون، مش عارفين. هاي بصير عندنا عمى، عندهم عمى، هذول بدهم يمشوا في الصحراء اللي فيش إلها
علامات مميزة. ولا ليش اليوم بحطوا لكم في الطرق علامات من هون ومن هون ومن هون ومن هون حتى لا يكون عمه؟ شو يعني عمه؟ تردد وحيرة، شدة حيرة، وبفقد الهدى. هذا هو إيش؟ العمه. تمام؟ إذن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا. شوف هون منسوب لمين؟ مين اللي بزينا الآن؟ الله. إذن قانون إلهي لما خلق النفوس البشرية، ما هو إحنا يعني ممكن كثير من القوانين المادية نقدر نستكشفها كبشر، هذا من اختصاصنا الإنسان اللي هو خليفة في الأرض، لكن في مسائل في عالم الاجتماع والنفس صعب الإنسان يفهمها، فهم بيكشف لك إياها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لذلك مثلا سبق قلنا لما تقرأ العهد القديم اللي بيؤمنوا فيه اليهود اللي هو أكثر من 1500 صفحة، يعني إذا بتطبعوا طباعة عادية أقصد، فيش ذكر لليوم الآخر ولا مرة، 1500 صفحة، في حين ذكر اليوم الآخر بأسمائه المختلفة والدلالات عليه في القرآن الكريم اللي لما تطبعه بيطلع 300 صفحة، بيطلع بمعدل في صفحة الواحدة مرتين ثلاثة أربعة المعدل. طب هذول 1500 صفحة فيش مرة ذكر اليوم الآخر؟ طب بيؤمنوا ولا بيؤمنوا؟ شو كيف بيؤمنوا باليوم الآخر؟ ولكن في آخر كلام، آخر كلام في العهد القديم، آخر فقرة تتكلم إنه في آخر الزمان يعني، بس ما قالش الآخرة، بينزل إيليا اللي هو الياس ويرد قلب الأباء على الأبناء والأبناء على الآباء، كانوا بوافق الناس. هذا كله، هذا كله، هذا ما ذكر حتى لا يقول بعض الناس هاي فيه في آخر كلام إنه طب آخر أي زمان ينزل إيليا أو اللي هو الياس ويرد قلب الأبناء على الآباء والأباء على الأبناء، طيب أو خلاص وانتهت وانتهى العهد القديم، هذه آخر فقرة. طيب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، فبتصير أعمالهم إيش؟ مزينة. شو يعني مزينة؟ محسنة بمنظارهم، بيحبوها، بيشوفوها هي المناسبة. طيب هاي مشكلة على فكرة، لما يكون إنسان مش شايف تمام، يعني لما يكون مش شايف تمام يعني خلاف الحقيقة، ما هو أحيانا التزيين ظاهري، واليوم النسوان هذول اللي بطرشوا 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 تتطلع، انت تتطلع انا ماليش علاقة، تتطلع تقول ايش هذا، عمرنا ما شفنا فيه على الارض زي هيك، ولكن الواقع المختبئ الواقع المختبئ غير هيك، هاي مزينة تتصور، فبيستحسنها وبقتل حاله وبودي قرايبه وكل العبي وفي الأخير وبحطوا عليه 100,000 إلى آخر يوافق أول يوم وبتغسل وجهها. طيب إذن فهم يعمهون، فهمنا يعمهون. كذلك زين لفرعون سوء عمله، ولذلك لما زين له سوء عمله وشافه تمام وانه هيك الامور ولازم هيك نمشي، وين صفى فرعون؟ انتبهتوا؟ لانه هو مش شايف مظبوط، زين له. وهذه قضية يبدو لازم دراستها في النفس البشرية، ليش لما بيكون ظالم ولا يؤمن وكافر وتفاصيل بصير عنده هاي النظرة للدنيا او لتقدير الامور؟ هون فرعون كذلك زين لفرعون سوء عمله. طب ما هو سيء العمل، هو شايفه ايش؟ حسن، هو شافه حسن وشافه مؤدي الى نتيجة. افمن زين له سوء عمله فرآه حسن، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، اذا ممكن يزين له سوء العمل فيراه حسن، لما بيراه حسن بحبه وبيمشي فيه ولكن طيب شو ولكن كنت منشوف ولكن
طيب هذا بل زين للذين كفروا مكرهم. مرات تدبير الكفار وتخطيطهم يظنوش انه هم اهل دراسة وعلم وكذا والاخري، في احيانا مدخل لنفوسهم في انهم ما يقدروش تمام، مدخل في نفوسهم ما يقدروش تمام. لاحظوا الان بل زين للذين كفروا مكرهم، اللي هو التدبير، هذا التدبير الشديد الماكن من اجل الحاق الضرر به. ها بتلاقي طيب بخططوا تمام، بيحسبوها وعندهم علوم وعندهم مستشارين، ولكن في اشي مش منتبهين له هم. ولذلك بعد فترة بنلاحظ انه وهم بيلاحظوا انه ما زبطتش، مش عارفين ليش احنا. ها بل زين للذين كفروا مكرهم، فلما يزين ويشوفوا حسن على خلاف الواقع، على خلاف الواقع. طيب إذن زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هناك قبل شوي كنا نتكلم في الأعمال، إذن الأعمال تزين، وهون المزين إيش؟ الحياة الدنيا. لذلك بتجدهم مقبلين على الحياة الدنيا بطريقة عجيبة، في الأكل وفي قضاء الشهوات وفي جمع الأموال والحرص على الحياة، والحرص على الحياة، ومش مهم يموتوا كل الناس وأنا أحيا إلى آخره، بقتل الملايين وبس أبيع سلاح بالمليارات وما بشبعش. طب شو القصة؟ أنت بتستوعبش كمسلم، أنت مؤمن مش قادر تفهم أنت إنه مزينة إله الحياة الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وهذه لازم تشوفوها الظاهرة، يعني وهم والحال أنهم يسخرون، هاي المقابل مين؟ المقابل الذين آمنوا. إذا نظرة الكفار للحياة مزينة الحياة، طب نظرتهم للمؤمنين؟ ويسخرون من الذين آمنوا، وراقبوا الموضوع وتشوفوا أنم أشد الناس سخرية بإيمان المؤمنين، بتجدوهم أكثر الناس إلحاد وكفر. أنت معتمد البدهيات في الإيمان بالله، بدهيات سبق تحدثنا، الإيمان بالله بدهيات أصلا، سبق قلنا إيش يعني معنى الإيمان بالله. الآن الإيمان باليوم الآخر هذا معتمد على صدق الرسالة والمخبر اللي هو الرسول، فنؤمن. فهم طبعا تجدهم بيسخروا من إيمانك باليوم الآخر، وبيسخروا من إيمانك بالله، وبيسخروا بيسخروا بيسخروا من إيمانك مثلا من علامات الكبرى لنهاية الزمان. ولكن هم كثير أفعالهم ممكن تسخر منها أنت. طب أنت كمؤمن، هم بيسخروا، ليش بيسخروا؟ نتيجة أنهم كفار تجد. ومن هنا لما نكشف هذه الحقيقة المسلم ما بعدش يعني يكون أسف حتى من هذا الموقف، لا هذا شيء طبيعي عندهم، وبتستوعبه أنت وبتعرف أنه هذا نتيجة وهذا ثمرة الكفر أصلا، أنه يستهزئ هو وانت يعني ما بعدش يستهزئ لما يعني بدخل الإيمان في قلبه من غيره بعدش. طبعا سبق قلنا ليش أنا قلت استهزئ، لأن احنا فرقنا بين استهزاء وسخرية في درس سابق وبينا شو معنات يسخر، ذاك الآن مفهومة. ويسخرون من، ويسخرون من الذين إيش؟ لأنه هو يهزأ به وهون يسخر من، قلنا العلاقة بين الهزء والسخرية. طيب ويسخرون من الذين آمنوا، من بتلاحظوها في الحياة ولا بتلاحظوهاش؟ خصوصا إذا ما كنتش موجود، وبين بيحكوا بين بعضهم أو مرات بيكتبوا في في جريدة في مجلة في إنترنت في كذا آخره، بيسخروا من الذين آمنوا. طب وإحنا إحنا طيب شو موقفنا منهم؟ هم ككفار ومن طريقتهم في تناول الأمور، في إحنا أشكال وألوان، إحنا مرات في منا من يسخر منهم من مواقفه، في منا يشفق، في منا يشفق، في منا بيشعر إنه إنسى أشكال وألوان، وفي منا يتأثر
لأنه معني إنه ما يسخروش. أنتوا شفتوا هاي قصة أوروبا وموضوع الأفلام المسيئة والرسوم المسيئة؟ طب ليش بيعملوا هيك هم؟ فهموا عليها. ليش بيعملوا هيك؟ ليش بيستهزئوا؟ ليش بيستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا؟ ليش بيستهزئوا بعقائد المسلمين؟ ليش؟ فكروا أنتوا. طب ما هو لو أخذنا عقائدكم ولو أخذنا اللي بتؤمنوا فيه، طب ما أنتوا أهل، أنتوا أصلا الأهل أن يسخر منكم ولا لا؟ بس ليش إحنا بنترفع عن السخرية فيهم؟ لأنه أنت أصلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، طبعا إلا الذين ظلموا ديروا بالكم. ها طيب بسخر، وهذا ديدن أهل الكفر في مواجهة الإسلام، والإسلام بالغالب يترفع، وفي منا من يسخر ومن يشفق ومن يستفز ومن تمام بأشكال وألوان منهم. هاي بيكشف لك على القانون، بيكشف لك القانون، هو بيسخر لأنه كافر بس، افهمها. ولا ليش يعني يرسم الرسوم؟ طب ما انتم عارفين محمد صلى الله عليه وسلم، ما انتم فاهمين اصلا تاريخه. ليش طيب وعندك مليارين مسلم تستفزوهم ليش؟ شو مدى هالاحترام يعني؟ طب ليش فيش احترام؟ طب اسخروا من البوذيين، ايش اسخروا من الهندوس، اسخروا من الشنتية، اسخروا من السيخ، مسيحية اسخروا من اليهود، يهود اسخروا من المسيحية، اليهود بسخروا من المسيحية مش قضية. بسخروا كثير ويبدو بسخروش مننا احنا دير بالك، اليهود كثير بسخروا من المسيحية اكثر. ليش؟ هذه لها تفاصيل. اليهود طول عمرهم لما هم بيعرفوا، اليهود طول عمرهم لما كانوا يظلموا وبالذات من المسيحيين ينصفوهم المسلمين، لما كانوا المذابح يلجأوا للمسلمين، المسلمين هم اللي كانوا يحموهم عبر العصور، وهذا اللي بيكتبوه هم، وهذا اللي بتكتبه الموسوعة اليهودية، والموسوعة اليهودية جوش انسايكلوبيدا هذه مش مترجمة كلها، مترجم أجزاء منها، في 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 باب منها اسمه The Golden Age، العصر الذهبي لليهود. تكتشف لما بيكتبوا عن عصرهم الذهبي هم كاتبينها انه لما كانوا تحت حكم المسلمين، وكانوا المسلمين يجعلوا منهم وزراء، ولما خرجوا من اسبانيا المسلمين خرجوا اليهود. اسأل اليهود وين تخرجتوا انتم من اسبانيا؟ بيقولوا لما خرجوا المسلمين. ليش؟ بيذبحونا النصارى. ليش يذبحوكم؟ طيب ليش؟ ليش يذبحوكم؟ بتشوفوا الاستهزاء ولا بتشوفوش؟ طيب يعني يضرنا؟ ما يضرش، ما يضرش. هو اصلا لعلمكم هم بيشعروا بالدونية امامك، عشان هذا، عشان هيك الاستهزاء نوع من من شعور بالنقص. فبايش؟ لانه اصلا انا الانسان اللي دوني يفترض اني، يفترض اني انا اشفق عليه واني احاول انه اتواضع له من اجل انه يعني مسكين او 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 او. ليش اتكبر عليه انا؟ لانه ليش؟ اذا بدك تتكبر ولا بد فتكبر على المتكبر اللي شايف حاله يعني، تمام؟ اذا لكن هم عندهم على فكره هذه عقدة الشعور بالنقص، لأنهم بيدركوا تفوق الفكرة الإسلامية واقتحامها، لذلك هم كيف بقاوموها؟ بالكذب، مش إنهم بيقولوا الإسلام هيك بيقول، لأنه لو قالوا للناس اللي عندهم الإسلام هيك بيقول وهيك بيقول وهيك بيقول وهيك بيقول بدون كذب وبدون رتوش من عندهم، الشعوب بتسلم. لكن كيف بقاوموا هم؟ ويدخل ضمن المقاومة الاستهزاء. إذن أنتوا يعني وسعوا صدوركم، افهموا ليش هذول بيستهزئوا، هذول ضعاف امامكم. الفكره مش تقول لي يعني هو اقوى عسكريا. ليش؟ هو بلال، بلال رضي الله تعالى عنه وهو تحت الصياط، تحت الصياط في الرمضاء الحر الشديد، تصوروا درجه 50 مئوي في 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 بطحاء مكه ورمل، وبيعروه وبيرموه على الرمل وبيضعوا فوقه صخره. شو كان يقول بلال؟ احد احد احد. في الاخير قالوا لي افلس،
في الأخير أنا اللي كان يشعر بأناقة فكرته، وأنا اللي كان معتز، هذا العبد المعذب، عبد أول شيء، عبد مستعبد وتعذيب والصياط، وهو مستعلي بأحد، مستعلي بأحد. في الأخير من اللي أفلس؟ من اللي أفلس؟ إذن بيسخروا، ما تظنوش أنهم بيسخروا نتيجة بيشعروا بتفوق فكرتهم، لا، نتيجة كفرهم وما يشعر الكفر في مواجهة الإسلام، الفكرة، لأنهم مجربين الفكرة، هم مجربينها وشايفين المسلمين، وشايفين المسلمين مجربين الفكرة، تمام؟ زي ما قال بعضهم غوانتنامو، بقولوا هم إنه سبق وضعنا في يابانيين، يابانيين يعني أيام ولا كذا، يعني انهاروا كلهم الأسرى اليابانيين، انهاروا ما تحملوش، بقول لك هذول المسلمين كل هالسنين هاي متماسكين، شو هذا؟ إيش هذا؟ ما عمرنا شفنا زي هيك، هم الأمريكان، بقول لك ما جربنا غيرهم، جربنا أسرى ثانيين، وفي الحرب الكورية ولما صار في موضوع مسح الأدمغة وإلى آخره، ما هذه مسح الأدمغة في الخمسينات على فكرة، خمسينات بدأت تظهر هذه علوم مسح الأدمغة، واستخدمت في الـ في الـ في السجون، أماكن الاعتقال في لأسرى في الحرب الكورية، كان أول تجربة أجريت على الأسرى اللي كانوا أسرى من أمم مختلفة بينهم أتراك مسلمين. لما أجروا الدراسات، ما هو شو دخل الأتراك؟ ما هو قلت لكم أنتوا العرب كمان في الحرب العالمية قادوا الطواغيت عندنا، جندوا من أمتنا كثير، وكانت أمة جاهلة، ما أنا قلت لكم من مصر لحالها 1,100,000 200 قصدي، حتى في الحرب العالمية الأولى بالدرجة الأولى، ها تصوروا، فكان من ضمن الأتراك في موضوع الحرب الكورية مشاركين، يعني بغض النظر عن عددهم. لما أجريت الدراسة على الأمم المختلفة اللي شاركت وأسر منها، وجدوا اللي مش قادرين نمسح أدمغتهم هذول الأتراك، شو قصتهم مش قادرين نمسح أدمغتهم؟ مثلا أدمغة، ما هم على فكرة كانوا بحطوا الإنسان تحت ضغوط هائلة حتى يمسخوا شخصيته، بعد ما يمسخوا شخصيته بيردوا إيش؟ بقلبوا تعامل معاكس بلطافة وكذا لآخره، شوفها قسوة 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 لمدة طويلة، بعدين إيش؟ حتى شخصيته تنهار، بعدين بيقبلوا عليه بإيش؟ بمعاملة لطيفة تعال، بصير يأخذ أفكارهم، لأنه إحنا مسحنا الآن، خذ. وجدوا إنه زبطت مع كل الأمم الأسرى إلا هالأتراك هذول، شو قصتهم؟ المسلمين يعني، مش لأنهم أتراك، مش لأنهم أتراك، مسلمين، تمام؟ إنما يعني القصد إنه بيسخروا هم، نستوعب هالكلام وما تظنوش إنه يعني عن شعورهم بالتفوق، لا، هم فاهمين، بدهم يعوضوا تفوق فكرتك بإنهم يسخروا، مش هيك؟ الآن زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا، مش الذين آمنوا، مش الذين آمنوا، هم يسخرون من الذين آمنوا، بالمجمل هم بيسخروا من كل المؤمنين، تقي وغير تقي، تمام؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأنه في مؤمنين ممكن يدخلوا النار، مش هيك؟ لذلك شو كانت الآية؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طب ليش هذه الفوق؟ ليش أجت فوقهم؟ لأنه هو أصلا بالسخرية بده يعمل نفسه فوق، بالسخرية بده يعمل نفسه فوق، مش قلت لكم هم بيشعروا انه انت متفوق، فمشان يعوض شو بده؟ مشان يكون هو اللي فوق، شو بيعمل؟ ولذلك اعجبهم يعني الرسوم المسيئة اشعرتهم على ذكرى، اشفت غليلهم واشعرتهم انهم هم فوق، لانه هذا النبيهم محمد هيو كذا 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 كذا، والفيلم المسيء برضه
هذا النبي مش عطوا مش عطوا النبي صلى الله عليه وسلم صورته الحقيقية، مش صورته الحقيقية، تمام؟ مشان يشعروا انهم فوق. فالقضية قضية ايش؟ شعور بالفوقية. يا اما بيشعروا بفوقية فكرتك فبدهم هم يعوض عنها بالسخرية، لانه اللي بيسخر غالبا بده يوحي للناس انه ايش؟ انه انا اللي فوق، مش هذا هو؟ ولذلك شو جاءت الآية؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لأنه المسألة في السخرية فهمنا أنه مسألة فوقية أصلا. هم المسلمين على فكرة فوقهم في الدنيا من ناحية الشعور، شعورنا إحنا فوقهم في الدنيا وفوقهم في الآخرة، فوقهم في الدنيا وفوقهم في الآخرة، لأنه إحنا شاعرين بقوة فكرتنا على فكرة، قوتها وغيرنا من الشعوب لما شافت الغرب غني وقوي وكذا لآخره، في لأنه هذا واقع الشعوب عبر الأمم عبر الأجيال كلها، إنه مرة هاي مرة الرومان مرة الفرس مرة اليونان مرة كذا مرة كذا، أمم سادت ثم بادت إلى آخره، حضارات إلى بعد، إحنا تخلفنا فترة إلى آخره. فالآن إحنا من ناحية الشعور الداخلي خصوصا الناس اللي فاهمين الإسلام، يعني ارجع للمسلمين قبل 30 40 50 60 70 القرن الماضي، كان جزء كبير من أمتنا يشعر بالدونية في مواجهة الغربي، يشعر بالدونية، ومن هون كان التقليد، التقليد في اللباس والتقليد في العادات والتقاليد والتقليد في الأكل والتقليد في كل شيء، والمشي وفي اللغة وفي كله، هذا نتيجة الشعور إيش؟ بالنقص. لكن لما صار في صحوة وعي ما عدناش، ما هو ما أصلا بالعكس، صرنا نشوف مخازيهم وصرنا نشوف أمراضهم، وما عادش الأمر يخيل علينا، وبالعكس إحنا بنشعر بالتفوق، تفوق فكرتنا، لأن هالمسألة مش مسألة فيزياء وكيمياء، هذه فيزياء وكيمياء ورياضيات، هذه مش خاصة بشعب من الشعوب ولا أمة من الأمم، هذه ليست خصوصية، بدنا هم يواجهونا بخصوصياتهم ونشوف خصوصياتهم بخصوصيتنا، يعني ثقافتهم بثقافتنا، بشعروا ثقافتك متفوقة أصلا، ثقافتك متفوقة أصلا. نابليون لما جاء لبلادنا هون وبتعرفوا أخذ القانون من الفقه المالكي، القانون الفرنسي على فكرة كثير ما أخذ عن الفقه المالكي، ما هو فرنسا استعملت الشمال الإفريقي، والشمال الإفريقي بأخذ الفقه المالكي، أخذوا من الفقه المالكي، أخذوا من الفقه المالكي والقانون الفرنسي اللي يعد مع القانون الجرماني الألماني الجرماني من القوانين يعني في يعني العريقة، القانون الروماني والقانون الجرماني، قانون الفرنسي من أرقى القوانين البشرية، تمام؟ طيب المتتبعين واللي دارسين واللي دارسين بقول لك طب ما هيو بجيبوا لك كتب المالكية وكيف أخذوا من الفقه المالكي، وأنا سبق قلت لكم مسألة أرد أكررها هون، لما قام حسن الزعيم في أول انقلاب تعرفوا سوريا، يقول ما حكمش يعني 6 أشهر بعدين قاموا عليه بانقلاب وقتلوه، وتوالت الانقلابات بعدين ما ضبطت جواسيس وانتهى الموضوع، وهو أصلا فيما بعد ثبت أنه له علاقة بالسي آي اي اللي هو حسن الزعيم، بأرجو أنه قرايبه ما يزعلوش، مش متأكد كثير أنه سي آي اي، بس ما يقال يعني حسن الزعيم كلهن 6 أشهر قعدت فيهن، خلال 6 أشهر حتى وهو صعد على درج البرلمان نظر كأنه لمن خلفه من المسؤولين معه في مسألة أنه هذه مجلة الأحكام العدلية اللي كانت أيام الدولة العثمانية اسمها مجلة الأحكام العدلية، هذه قانون مدني، قانون مدني وضع في أيام الدولة العثمانية مستمد من الشريعة الإسلامية اسمها مجلة الأحكام العدلية، حسن الزعيم ما قعدش 6 أشهر بعد انقلابه ألغى القانون اللي هو مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية في 46، ثم توالت الدول العربية التي تلغي مجلة الأحكام العدلية، وسبق قلت لكم أي دولة آخر دولة في منطقة الشرق الأوسط ألغت مجلة الأحكام العدلية؟ إسرائيل، هاي مفاجأة صحيح؟ كل الجواسيس والطغاة ألغوها من زمان،
إسرائيل في 82. ليش؟ ليش؟ لأنه إسرائيل، لأنه إسرائيل دققوا معي، لما جاءت تقيم دولة، وعندها على فكرة اليهود أكثر ما هم مشهورين في الغرب بيهتموا بالمحاماة والطب، بذات المحاماة يعني بيهتموا بالمحاماة اليهود. فاليهود اللي جاونا من الغرب أصلا فيهم دارسين القوانين كلها من كبار المحامين، لأنه أصلا اليهود بيهتموا بهذا الكلام. فلما أجوا بدهم يوضعوا لإسرائيل قانون يصلح لبناء دولة، دولة يعني، ما وجدوا أفضل من مجلة الأحكام العدلية اللي ألغوها الجواسيس. ليش؟ لأنهم هذول بدهم يبنوا دولة اليهود، وهذولاك بدهم يدمروا دول، تمام؟ فإسرائيل أخذت وبقيت تستخدمها حتى 1982. ويبدو أنه 1982 مش ألغتها، يعني إعادة صياغة، ولكن لا يزالوا بتطفلوا على القانون الإسلامي. وبالتالي الناس اللي ما بيعرفوش، اللي ما بيعرفوش بدروش قديش هم شاعرين وبيعرفوا وبغضوا منك. والآن الآن بعد الانهيارات الاقتصادية بدوا يفتحوا عينيهم على الاقتصاد الإسلامي، بدوا يفتحوا عينيهم على الاقتصاد الإسلامي. إذن السخرية هي مش نتيجة أنه شاعر متفوق، هو لا، هو شاعر الندون، تمام؟ ولذلك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والعجيب النهاية هي، أقصد ختامها قصدي، اللي هو والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويبدو أنها إشارة لقضية الفوقية، وإشارة إلى الآخرة وما يكون فيها من عطاء ونعم غير محدودة بغير حساب، من جهتين، من غير حدود، لأن الشيء المحدود معناته بحساب، الشيء المحدود معناته بحساب، بغير حساب من جهتين، بغير حساب يعني من غير حد، اثنين من غير انه يكون مناسب لأعمالك، يعني عملت هيك إلك هيك، لا، أعمالك دون هذا بكثير، لو بدنا نحاسبك على أعمالك، يعني لو بدنا نحاسبك على أعمالك اللي جيت فيها، هذا العطاء الهائل، لا، هذا مش بحساب، هذا مش هاي قد هاي، هذه مش عشرة، مش ضرب عشرة، ولا ضرب 700، هذا في الآخرة، ولا ضرب في 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 النعمة، لأنه الرزق ديروا بالكم، لأنه الرزق شو هو أصلا؟ وعطاء وإنعام، الرزق فيه مسائل، لاحظوا، الرزق عطاء وإنعام وفيه استمرارية. ولذلك لما يقولوا أرزاق الجنود، شو يعني أرزاق الجنود؟ يعني العطاءات المستمرة، أرزاق الجنود، يعني كانوا يقولوا زمان أرزاق الجنود، يعني إيش؟ العطاء. في العطاء والإنعام المستمر، العطاء والإنعام المستمر الذي يتلاءم مع إيش في الدنيا، يتلاءم مع حاجاتك الدنيوية، في الآخرة يتلاءم مع كون الآخرة فيها خلود وفيها فيض هائل. فإذا رزق ورزق بيختلف، بيختلف. إذن لما قال والله يرزق من يشاء، طبعا ديروا بالكم المشيئة، مشيئة مين؟ مشيئة لحظة العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، الحكيم العليم، العادل الحكيم العليم، ضمن مشيئة العادل، ضمن مشيئة الحكيم، ضمن مشيئة العليم. بتشكوا بالمشيئة انها تكون يعني تمام واضح؟ إذن والله يرزق من يشاء بغير حساب، مع انه هون ما قالش في الآخرة،
ولكن ديروا بالكم هو في الدنيا الفكرة الإسلامية. خلينا قبل ما نغادر الآية هاي، وأنا قصدت برضو أنه نفهم من هذه الآية أنه هذه قانون. وشو بيعني هذا القانون؟ بيعني أنه طالما أنها مزينة الدنيا وطالما أعمالهم مزينة لهم، إذن في النهاية لابد أنهم يكون أعمالهم في النهاية لا تؤدي في الدنيا إلى نتيجة سعيدة لهم ولا إلى فلاح دنيوي. وتقولوا لي في الفيزياء والكيمياء لا، لأنه هذا مش موضوعنا. في الرياضيات مش هذا موضوعنا ولا موضوع الآيات. في الأبنية والمنشآت هذه مش هي المطروحة، ما هي مش اختصاص الدين. هذا اختصاصك يا إنسان، يا 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 مستخلف في الأرض، سواء كان كافر ولا كان مؤمن. هذه علوم ما لها علاقة. والله سبحانه وتعالى مسألة الدنيا هاي بيعطيها من للمؤمن والكافر. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش قضية. ولكن الآن في تخطيطهم في مقابلة الدين، في مسألة، في المسائل التي تعرض لها الدين، وبالذات اللي هي ما يسمى بالعلوم الإنسانية اليوم، لأنه الإسلام في إيش تحدث؟ في الفيزياء ولا في علم الاجتماع؟ في الفيزياء ولا في النفس؟ في الفيزياء ولا في الأخلاق؟ لاحظوا، في الفيزياء ولا في التشريعات والقوانين؟ في لحظة، في العلوم، في علم الاقتصاد ولا في نظامه؟ في علمه ولا في نظامه؟ انتم ملاحظين النظام المبني على فكرة العدالة. العلم لك، النظام لنا في الدين والتشريعات، تمام. هون لذلك الحرب القائمة الآن الفكرية بالدرجة الأولى على فكرة، على مستوى العالم مفتوح الآن كله صار. وهذا راح يندموا في يوم من الأيام على قضية العولمة اللي بدوها من التسعينات، ووسائل والوسائل الآن الاتصال اللي صارت عالمية وانفتحت الناس على بعضها، وهم أول أكم من جولة هيك بقول لك شايفين الآن. طيب هم المسلمين دوافعهم ذاتية، ما في دوافعهم ذاتية، ومن أجل دينهم المسلمين معروفين، وهيهم كل ما بالهم بتعلموا وكل ما بالهم بيكونوا أكثر وعي، ومنهم العلماء ومنهم المفكرين ومنهم كذا، وفعالين المسلمين وين ما كانوا. محسومة. طيب، طب وهذولاك أعمالهم ومكرهم ومكرهم بشيك. شو قال الله سبحانه وتعالى عن مكر كفار كرنا؟ بل زين للذين كفروا مكرهم. طالما مكرهم مزين، إذن هو مش إذن هو مكر لا يتعامل مع الحقيقة، يتعامل مع وهم يبدو له أنه حسن وأثريته لا، فتخطيطه بكونش تمام. من هون المعركة على فكرة محسومة بالنسبة لأمة الإسلام. ولكنكم تستعجلون. كيف لما جاء الصحابي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، وقال له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ إيش؟ فالرسول كان متكئا فجلس، شيك متكئا فجلس، بس الواقف بقعد على فكرة، والمتكئ بيجلس. الواقف بقعد والمتكئ بيجلس. وذلك بتقولوا أنتوا لبعضكم جلس قعدتك، جلس اجلس. وإذا واقف كله قعد. طيب هون كان متكئا فجلس، وذكر فيما ذكر صلى الله عليه وسلم اللي هو والله ليتمن هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طب ايش معنى يعني حتى يصير راكب من صنعاء إلى كأنه هناك كاين قطاع الطرق وكأنه كاين الخوف هناك في المناطق هذيك، يعني حتى هاي بتصير آمنة، حتى هاي بتصير آمنة. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الضعينة بتخرج من العراق حتى تحج البيت، ولا بلاش أكمل أكيد بدخلونا في موضوع المحرم. المهم فهون بدخلونا في موضوع المحرم مش وقته. المهم
تمام. فبالتالي أنتم نفس الشيء، ولكن الله يختبركم ويخرجكم، ثم يريد أن يرحم الأمم، يريد أن يرحم الأمم وله حكمة. فبقدر ما تكون مؤمن أنت واثق، تمام. هاي مسألة إذا متعلقة بالآية الأولى 212 من سورة البقرة. 213، كان الناس أمة واحدة. في الأصل كان الناس إيش؟ أمة واحدة. علماء قالوا أمة واحدة على الإيمان والحق، وعلماء قالوا لا، أمة واحدة على الكفر. وإحنا مش ناويين نخوض في الثنتين، وإنما بدنا نأخذ الشيء اللي بنراه صحيح. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هون واضح إنه الله لا يريد أن تكون الناس كلها أمة كافرة. ليش؟ لأنه تصوروا لو كان كل ما بيكفر إنسان بيغنى وبيثرى وبيترفه، مش حتى غنى حق عادي. ما كملتش الآيات أنا، بس الآيات بتبين لك إنه غنى إيش؟ مترف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني كافرة. منين عرفنا؟ من تكملة الآية. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا إلى آخره. طبعا الزخرف، ما هي بسورة الزخرف، تمام. بالكم لو أنه هيك كان كل ما كفر إنسان قال له خذ، شو بصيروا الناس؟ شو بصيروا الناس؟ ها؟ هذه بتصير الناس أمة واحدة بعدين. شوف الرحمة إذن فوزعها. المسألة بتلاقي مؤمنين أغنياء ومؤمنين فقراء ومؤمنين من الطبقة الوسطى وكفار كذلك وإلى آخره، مخلوطة. مش قضية أعطاها لكلهم شيك وحرم كله مرات، يعني اللي هو. إذن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، إذن الله ما جعلش حتى لا يكون الناس أمة واحدة على الكفر، ولكن هو يريدها أمة واحدة على الإيمان. هو يريد البشر أمة واحدة على الإيمان. الآن كان الناس أمة واحدة، إذن في الأصل، وهذا إشي بدهي على فكرة، هذا إشي بدهي إنه يكون الناس أول ما وجدت البشرية إنها تكون أمة واحدة. يعني لا يكون من أول ما تولدهم حواء بدهم يتحولوا أمم مختلفة، مش معقول، مش هيك؟ خصوصا يعني فيش دوافع على فكرة، كانت زمان كثيرة للتنافس وغيرها. الأرض كلها مفتوحة وكلها على فكرة نباتات وكذا، ما فيش داعي تطبخ أصلا ولا تدور على رزقك وإشي إشي مجهز الأرض وكل شيء تمام، ولا كله مرفع، ولا في حدا ايش بنفسك على قطعة ارض، ولا هون حدودي ولا هون حدودك، طارد زي ما بدك. كيف اليوم الناس على البحر بتقاتلوا على المي، بتقاتلوا على الهواء، ملاحظين؟ ما بتقاتل يعني، واخوة وشوي شوي اولاد عم وشوي شوي، وهي سيدنا كمان موجود والى اخره. وبعدين بالعكس لازم نضلنا مع بعض، لانه الدنيا هي ما فيش غيرنا، يعني ما فيش غيرنا، وفي حيوانات وفي مفترسات وفي كذا اخري تحديات، مش هيك؟ في الناس إذن إشي طبيعي اصلا انه يكونوا الناس في البدايه ايش؟ امه واحده. لانه حتى الناس اللي حاولوا في يوم من الايام يزيفوا العلم ويقولوا انه اصول البشر، لا البشر اصول شتى، اجى العلم حسمها وقال لهم زي نظرة، كانت نظرات عنصرية وتحاول أن تزعم أنه البشر لهم أصول شتى. أجل العلم قال لهم أبدا، العلم بيقول لكم البشر أصولهم واحدة.
على السريع. طب هو من بدء البشريه بدا النزاع بين ابني ادم، بعدين قصدك امه واحده ايمان ولا ايه؟ ماشي ماشي. لا يكون الاسره الواحده، ما الاولاد بتقاتلوش فيها، مش قضيه هاي. الاسره الواحده، الاسره الواحده ليش الاولاد بتقاتلوش فيها والمراه وزوجها كمان؟ بصير ولا بصيرش بينهم؟ لا يكون ببطلوا اسره واحده كلهم مشاكل، ولا يكون الحموله الواحده يعني ما فيهاش الكت. مش موضوعنا موضوع هذا ضربت هذا ولا هذا قتل هذا، هذا موضوع ثاني. شو هي الامه الان؟ معناته شو هي الامه؟ تمام. اذا في البدايه البشر بدهم يكونوا امه واحده، بس نعرف امه بعدين بنشوف امه واحده على الكفر ولا على الحق. الان الامه، اولا الامه جماعه، جماعه لها مقصد واحد، مقاصدها واحده، يعني تجتمع على مقصد ومقاصد. هي جماعه تجتمع على مقصد، على اهداف. تمام. هذه الجماعه التي لها مقصد واهداف مشتركه شو بسموها؟ أمة. بيجمعها جامع. شو هو الجامع اللي بيجمعها؟ لاحظها، شو هو اللي بيجمعها؟ فبتجد هناك أكثر من جامع أحيانا في أكثر من أمة. في أمة بيجمعها خمس جوامع، أربعة، ثلاثة إلى آخره، بيجمعها. إذن هي جماعة تجمعها أهداف ومقاصد مشتركة، تلتقي عليها، تلتقي عليها، شو بتسموها؟ ولذلك المسلمين كلهم وين ما كانوا بغض النظر عن ديارهم أمة واحدة. ليش؟ بنص القرآن طبعا. ليش؟ لأنهم يلتقوا أكثر من أي أمة في العالم على أهداف ومقاصد وعقائد وفلسفة. فلسفة بعجبش بعض الناس، عقيدة مشتركة، أهداف مشتركة، تمام، أساسيات بلتقوا عليها، مع أنه المسألة مش مسألة فرعية. ولذلك هي أمة إسلامية، حتى لو حطوا حدود بينها، حتى لو حطوا حدود، في جامع بيجمعهم أكثر من أي جامع بيجمع أي أمة. تمام. وهي في الأصل من أما اللي هو قصده، القصد الأم، القصد، يأم كذا، يقصد. آمين البيت الحرام، آمين تقصدوه، تذهبوا إليه، بيكون إيش هدفكم ومقصدكم. وهون آمين البيت الحرام لأن المسألة فيها قدسية، فاستخدم آمين، أو استخدم يعني آمين، فيها قدسية وأهداف ومقاصد شريفة. تمام. واشتق منها حتى، لأنه من ضمن معنى الأم الأصل والمرجع. شوفوا هو المرجع، فلما يكون مرجعنا واحد، من في ناس بتجمعهم أم واحدة يعني مرجعهم في النسب واحد. طب ما هو الناس بترجع مش بس بالنسب، ممكن ترجع بالعقائد والشرائع، فمرجعها واحد، مرجعيتها واحدة. هاي صرنا نفهم أمة، مرجعيتها واحدة، لأنه من ضمن الأم الأصل والمرجع. تمام. طيب، كان الناس أمة واحدة، يعني جماعة تجتمع على أهداف ومقاصد كلية. أما مقاصد الأفراد الأشخاص هذا بتأثرش إنها أمة، ركبت الأمة الواحدة، مقاصد أفرادها مش الأساسية. أنتوا مثلا كفلسطينيين كل واحد فيكم بصبح على شغله ودراسته أو عمله تجارته كذا، كان له همه الخاص فيه. لكن في النهاية لما تتهدد الأمة فلسطين، تلاقي حالكم إيش؟ كلكم إيش؟
تابعتوا المسألة؟ ليش؟ لأنه هذا إشي المشترك، هذا الجامع المشترك بصفتكم مسلمين وبصفتكم أهل هذه البلاد وبصفتكم كذا، اللي بيجمعكم وطن، بيجمعكم لغة، بيجمعكم الدين أولا إلى آخره. بيجي يقولوا لي طب ما في دين غيرنا، طب ما هو بيجمعنا كمان فيهم، ما احنا ما تركناش، ما احنا قلنا ممكن يجمعك خمس شغلات، ممكن أربعة، ممكن مش هيك؟ بس وين انت بتكون المسألة أقوى؟ لما بتكون الجوامع، يعني مش معقول تربط بأربعة ولا بتربط بخمسة يكونوا نفس ال، مش هيك؟ فهون فبالتالي مسألة الأفراد ومقاصدهم الخاصة الفرعية مش هذا موضوعنا في موضوع الأمة، تمام؟ إذن كان الناس أمة واحدة هيك في الأصل، وهذا هو المتصور، إنه أيام آدم عليه السلام ثابت، أو والأرجح أن آدم عليه السلام هو نبي وليس برسول، لأنه أول رسول كما ثبت في الحديث الصحيح نوح عليه السلام، حديث الشفاعة نوح عليه السلام. وآدم كان نبيا، وسبق فرقنا بين نبي ورسول، كل رسول نبي أكيد بيبدأ نبي ثم ينتهي رسول، تمام؟ الآن آدم ملهم وموحى إله، تمام؟ لما بيجوا ولادته وأحفاده، وعاش طويلا آدم عليه السلام، شو راح يعطيهم؟ شو راح يرضعهم؟ شو الثقافة بدها تكون؟ التوحيد، وبالعكس معرفة راسخة، أبوهم وأمهم وجدهم بيحكوا لهم عن التجربة اللي صارت وإسجاد الملائكة وكل القصة. بصدقوا ولا بصدقوش بالك هذولا؟ ما هو يعني ما يحكوش يصيروا كذب، بيعرفوش الكذب أصلا. ها شو بده يكون إيمانهم؟ ومين اللي بيشرف؟ مين اللي بيشرف؟ وخصوصا لما يطول عمره سنين، مئات السنين، ما وهو موجود مع الأحفاد والأولاد وكذا الأخري، أمة ولا مش أمة؟ أمة واحدة. إذن هم كانت البشر، هذا إذن النظرة الإسلامية، كانت البشر أمة واحدة على الإيمان، كان الناس أمة واحدة. في آية ثانية، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن هم في البداية كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا. دير بالكم لأنه بدنا نفسر الآن القرآن بالقرآن. الآية الأولى فيش فيها اختلفوا إلا بعدين. كيف؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هاي اختلفوا فيما اختلفوا فيه، هاي اختلفوا، أجت اختلفوا هون، إذا حصل اختلاف بس ما بينش في الأول. وذلك العلماء شو قال؟ كان الناس أمة واحدة يعني على الحق، ثم بمرور الزمن، وقديش هو الزمن؟ أو الآن منشوف كيف مرور الزمن بدوا ينسوا وبدوا يحرفوا لأكثر من سبب، ثم بدوا يتطوروا في وعيهم وأشغالهم وطاقة، وبدوا يختلفوا، فاحتاجوا مش المعلم الأول الأب والدفعة الأولى واللي تناقلتها الأجيال من الدفعة الأولى اللي هو مين؟ آدم. التعليم الأساسي اللي رضعوه كلهم من أول يوم، من أول يوم. طيب إذن هون قال العلماء كان الناس أمة واحدة، قد قال، وفي شيء محذوف لأنه مفهوم من السياق. كيف يعني مفهوم من السياق؟ أولا لما قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،
إذا اختلفوا. إذا طب ليش يقول اختلفوا طالما هي وبدها تيجي؟ إذا كان الناس أمة واحدة يعني فاختلفوا، اللي مبين في السياق أو من الآية الثانية اللي هي شو بتقول؟ ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. طيب الآن شو اللي بيحصل؟ إنه فعلا آدم المربي الأول هو كان نبي وموحى له ونازل كمان بقصة عظيمة وعارفين هم كل التفاصيل، وإذا ما صدقوش آدم بيقولوا آية من حواء، صحيح اللي بيقولوا سيدي؟ صحيح اللي بيقولوا سيدك، صار صار إلى آخره، والله وكذا وسيدنا الملائكة إيش؟ هذه أجيال كلها الآن طاهرة طاهرة وبتأخذ كله تمام، بعدين بدهم يتنافسوا في إيش؟ ومتضامنين ومتحابين وتفاصيل إلى آخره، حتى إذا بدهم يحسدوا بعض غيرة، يعني أبوي بحبني أكثر، هذه هاي بتصير. ولذلك أذاك ليش قتل أخوه؟ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لا هم على أرض ولا زي ما بزعموا على بنت ولا غيرها، مش هيك؟ غيرة هذه اللي بتكون موجودة عند الأطفال من أول يوم، بتلاقي غار من أخوه. لا إيش؟ لأنه أبوه بيحبه أكثر، أمه بتحبه أكثر، تقبل من هاي بدايات، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طب ليش؟ ما أنت طيع الله منيح بتصير متقبل، بتصير اثنين، ما احنا سبق شرحناها في موجود الدرس. طيب فهون طيب مشيت الحياة، ايش بدهم يتنافسوا؟ كل الارض هذه، كل الارض لهم، كل الارض لهم، قد ما بدك خد، شو اخد؟ ما بيعرفوش خد، ما هي الشجر بيطرح وهي الارض كلها نبات، ولا بيعرفوا طبيخ يبدو، ولا بيعرفوا غير، ولا الى اخره، مش هيك؟ طيب الى اخره. طيب الان بدوا يكونوا آلاف مؤلفة، بدوا يكتشفوا في الأمور، بدوا يكون كل واحد له خصوصياته، بدوا يتنافسوا، بدوا يختلفوا. ثم ماتت الآباء والأجداد، هذه قديش على فكرة؟ قديش من آدم ونوح؟ 10 قرون. ولذلك أنا شفت بعض من يفسر بقول يعني القرن 100 ضرب 10 ألف، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. منين جبت انه القرن هو 100؟ هذا في اصطلاحنا الان المعاصر، مين قال القرن 100؟ مش صحيح، وهذا بيغلطوا فيها، وانا سبق بينتها في بعض الدروس. ولكن القرن هو الجيل، الجيل يعني اللي هو يعني مثلا جيلي انا اللي في عمري، حتى في الأخير ما يظلش إلا كم واحد، حتى بالأخير ما يظلش إلا كم واحد، هذا هو القرن. وهذا يختلف من عصر لعصر، في أيامهم كانوا يعيشوا طويل، يعني القرن قديش؟ أيوة، يفرضوا القرن 200 300 400 500 سنة، ضرب 10، هذا موضوع تاني، ضرب 1000، 1000 ضرب 1000، عفوا ضرب 10، 10 قرون، إذن مش 1000 سنة، هذا بين نوح. إذن الناس مشيت على فكرة وبدت تنسى وبدت تختلف وبدت بعدين بيحتاجوش تشريعات تفصيلية، يعني لا بيحتاجوا الصرف، يعني نعلمهم الصرف، أي هم بيعرفوا عملة، بيعرفوا عملة، وهو مين قال لك إنهم بيبيعوا وبيشتروا؟ أنو اللي محتاج يبيع وأنو اللي محتاج يشتري؟ أنو اللي محتاج يبيع ويشتري؟ وبيقربوا لبعض وتفاصيل وإلى آخره، وعلى الفطرة وعلى البداهة وعلى التعليم الجميل، وما في غربيين يفسدوهم ولا في كفار يسيئوا إليهم ولا في إلى آخره. فبالتالي أخذت فترة طويلة، ولما تعمقت الأمور وبدت الانحرافات وصارت الأصوات اللي على الحق ضعيفة إلى درجة إنه أصبحت خلص، كيف لما الرسول أجل صلى الله عليه وسلم ما كان في أصوات، كان في أصوات اللي هم الأحناف، كان في أصوات لا تزال عدين إسماعيل، ولكن ضائعة، أصوات ضائعة،
الى درجه انه العرب ما كانوا ما عندهم شيء منه بيوم اخر حتى، ومستغربين انه الرسول يعني بيقول يوم اخر. لحد هون 2400 سنه صرتوا مغيرين. طبعا هم 2000 سنه تمام كانوا، اخر 400 حصل هذا تمام. كيف دخلت فهناك اذا هذا الجيل الاول على فكره كان مؤمن. قديش اخذ 1000 2000 3000 4000 5000 سنه 10000 ممكن تمام. بعدين اجى نوح. اجى نوح مش معناته عليه السلام، مش معناته يعني ما كانش في اصوات هون وهناك من بقايا، وبالتالي كيف انحرفت الناس وكيف تطورت الامور وبدا يكون في ثقافات مختلفه والاخيره طبيعه الانسان والتوليد. وليش بنحرف الانسان؟ ما هو في شهوات وفي رغبه في التسلط، وبتشوفوا اخوه من هم صغار سبحان الله بتلاقي واحد منهم بتقول لك يا اخي شو اناني هالولد، اخوه كريم جدا وهو اناني. بتشوفوهم ولا بتشوفوهم؟ بس بتعالج. فهمتوا علي؟ فبتجد هذا الكلام بدا يكون في متسلطين وبدا يكون كذا وتفاصيل، وانتم بتعرفوا من هون، وهي طبيعه البشر وعقول، وهذا اذكى وهذا مش اذكى، والاذكى بيستخدم اللي مش اذكى والاقوى بيستخدم الاضعف. ايوه 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 ايوه. وبده كل واحد يطلع من جهته بيطلع بافكار ويولد هو وقناعاته راحت، وبده يقفزوا على الدين لانه الدين مرات بيضع قيود. وبعدين الدين ما كانش يعني متفرع كثير، بجوز اساسيات الدين كان اساسيات مش متفرع، لانه هذا التفريع اللي شايفينه انتم الان جاء للامم لجميع العالم لما البشريه ايش في الاوج، في الاوج جاءها التفريعات كلها. هاي مش معناته كانت التفريعات كلها، لا هي غالبا الاساسيات تمام. هو دخل الان كان الناس امه واحده، يعني معناته اتطوروا حتى اختلفوا. طيب فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما ادري نكمل في الايات نفسها او نختار ايات اخرى في المره القادمه ان شاء الله. وبارك الله فيكم.